وفي ذات الإطار نفذ الصحفيون وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة في عمان للتعبير عن دعمهم للموقفين الرسمي والشعبي الرافضان لبنود ما يسمى بصفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضيات الفلسطينية. وأكد المشاركون على أن موقف الجسم الإعلامي واضح تجاه هذه القضية، داعين وسائل الإعلام العربية والعالمية إلى الانحياز إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني عبر رفض هذه الصفقة. سيكون مش على حق، ودائما الضمير الذي يوقظ بداخل الناس علاقتهم بهذه القضية، التزامهم بهذه الحقوق، وأننا سنكون مخرجا بعين أولئك الذين يدافعون عن هذه الصفقة أو يروجون لهذه الصفقة، وأننا سنظل دائما مصطفون خلف شعبنا والموقف الرسمي الأردني الذي ينسجم مع موقف الناس وينسجم مع موقف الصحفيين أيضا ومع حقوقنا التاريخية وعدالة قضيتنا المركزية والقضية الفلسطينية. أنا شخصيا أتبنى هذا الطرح، لأنه الإعلام بمختلف، سواء المتلقي العربي يتلقى إعلام باللغة العبرية، باللغة العربية من وسائل إعلام عبرية، ويتلقى حتى في التركية وحتى في وصلنا حتى الصين، إضافة للغة الإنجليزية والفارسية. يجب علينا كوسائل إعلام أن هنا يكون هناك خطاب عقلاني مدعم ومتعدد الألسنة، ويخاطب كل المكونات المنطقة بلغاتهم. يجب يكون هناك إعلام ناطق باللغة العبرية، إعلام ناطق باللغة الفارسية، إعلام ناطق باللغة الإنجليزية، وإعلام ناطق باللغة التركية. وللأسف الدولة لم تتنبه إلى هذا القطاع، حتى بالعكس كل وسائل الإعلام المحلية التي تنطق باللغة الإنجليزية لم تألي لها اهتماما، وحتى يمكن أن وصلت في مرحلة أنها حاربت هذه الوسائل الإعلام وبدأت هذه الوسائل تتلاشى.